A retroexternal extension, out-tracheal deviation, out-tracheal compression, لكن مش هتفيدكوا داتا أكتر من كده. ممكن تشخص لكم أحياناً large bone secondaries خصوصاً لو كانت osteolytic lesions أو تباين secondaries في اللنج، لكن أكتر من كده مش هتفيدكوا. الأيزوتوبي سكان is one important item of thyroid gland imaging، والهدف من الأيزوتوبي سكان إن أنا أشوف the function of the gland, function of a nodule عشان اعرف النودول دي cold nodule ولا function nodule، وعلشان اشوف بيها مين كمان دلوقتي secondaries and the recurrence after treatment. يعني عيان عملت له treatment of carcinoma وعايز اشوف اذا كان عنده local recurrence او عنده secondaries whether for bone or lymph nodes، وده المينستي اوف يوز isotope scan النهارده. في several isotope materials استعملوها على مدى السنين كتيرة، أكتر واحد بيستعمل حاليا هو technetium 99 والبيت سكان اللي هو هنتكلم عنه لاحقا. الأيودين 131، أيودين 133، جاليوم، ثاليوم، والسيستامي دي كلها جات لها special uses. الأيودين 131 الدوز بتاعته عالية والراديشن اكسبوجر بتاعه عالي، والستادي بتاعته بتعمل في 3 أيام. يعني العين بياخد دوز في داي 1، دوز في داي 2، دوز في داي 3، وبعد كده يتصور. استعماله الاساسي ايه؟ ثيرابيوتيك ايجنت. لو انا خدت ديسيجن ان في عيان هيتعمل له راديو ايودين ثيرابي فور توكسيك جويتر اور فور كارسينوما او بوست اوبراتيف افتر كارسينوما ريسكشن اند تو ديتكت سكندرز اند ريكارنس. ايودين 123 هاز سم فيفربل كاركترز عن ايودين 131. لو راديشن دوز اساسا، easy to detect، والستادي بتخلص في 24 ساعة. لكن هو التكنيشيوم هو اللي بيستخدم النهارده. يعني لو كتبت راديو ايزوتوب سكان لعيان ثيرويد وبعته اي مركز اشعة هيتعمل له تكنيشيوم 99 سكان، لو راديشن اكسبوجر، يخلص الستادي كلها في ساعة. امتى استخدم الثاليوم؟ في تيومرز ما بتاخدش ايودين. في تيومرز that don't concentrate iodine لما تكون poorly differentiated tumors of the thyroid. والعيانين اللي عندهم reservoir of iodine في جسمهم ولو اديتهم radio iodine the thyroid will not concentrate iodine لانها بتبقى saturated. فدول اللي بستخدم لهم الثاليوم. نفس الحكايه التيومرز ممكن استخدم لها جاليوم 67 واعمل بي سكان. دي different agents لكن المبدا واحد. وفي نوع اسمه تكنيشيوم سيستاميبي ده بنستعمله بيتركز في الميتوكوندريا، بنستعمله فور هيرتد سيل تيومرز اللي هي بتبقى ريتش ان ميتوكوندريا. ذا نيتشر اوف ذيس تيومر ان هو ريتش ان ميتوكوندريا. في حاجه ثانيه انا مش كاتبها هنا اللي هي الميتا ايودو بنزايد جوانيدين اللي هتقروه ام اي بي جي. ميتا ايودو بنزايد جوانيدين ده بيستعملوه في الميدالري كارسينوما لان ده بيروح على النور ابينفرين بايندينج سايتس، والميدالري كارسينوما دي اوريجينال طالعه منين؟ اللي هي جايه منين؟ امبريولوجيكالي؟ نيورال كريسيس عشان كده فيها نور ابينفرين ريسبتورز، فدي بنستخدم لها الميتا ايودو ديزاين جوانيدين. النورمال ستادي بتاع الايودين بتبين يونيفورم ابتيك، بتبين نورمال سايز اوف ذا جلاند. الابتيك بيبقى دايما اكتر في السنتر اوف ذا جلاند rather than the periphery and the isthmus.
وممكن تبين لي اكسسوري لوبس اللي مش مفروض اغلط فيها واقول انها كولد ارياز او ان مثلا هنا في كولد اريا وهنا ما فيش، ان بيبقى في اكسسوري لوب. الاكسسوري لوبس اكتر مكان لها هو البيراميدال لوب اللي بيبقى اتاتشد لوان لوب اوف ثايرويد من فوق او اتاتشد تو ذا اسمس. البريفري بيبقى الاوبتيك فيه اقل علشان الفوليوم اوف تيشو اقل مش عشان الفانكشن، يعني الفانكشن از ذا سيم لكن التيشو فوليوم هو اللي بيديني هاو برايت ذا بيكتشر از. معظم السكان النهارده بتيجي بالصوره الملونه دي، وبيزيكالي احنا بنعتمد على ريبورت طبعا بتاع الراديولوجيست في الايزوتوب سكان. التكنيشيوم 99 سكان بيختلف عن يعني ده مبين الجلاند بس، ده بيبان وراه باك جراوند نويز عشان الباك جراوند راديو اكتيفيتي في البلاد بتبقى باينه في البلاد لانه بيبقى سيركيوليتنج في البلاد ان اديشن تو بي كونسنتريتد ان ذا بلاد. ممكن الجلاند تبقى سلايتلي اسيمتريكال، دي هتلخبطني شويه وهفكر ان فيها كولد نوديول الحقيقه، لكن اجين ده سيمبل اسيمتري. ممكن اشوف اكسسوري لوب نازل لتحت rather than going up which is usual sometimes it goes down towards the intestinum. البيراميدال لوب عادة بيبقى related to the upper pole or related to the isthmus. ممكن اشخص ectopic thyroid gland بالايزوتوب سكان زي دي كده اللي هي lingual thyroid اللي بتبان as stump base mass. ممكن الاقي اكسسوري لوب والاقي اكتيفيتي بعيد، فحد ممكن يتلخبط ان المسافه دي كلها كولد اريا لكن اكشوالي السليفري جلاندز بتبان في التكنيشن سكان، يبقى في كونسنتريشن اوف تكنيشن في السليفري جلاندز. ممكن الاقي ريتروسترنال اكستنشن اوف جويتر واقدر اخد عنه فكره بالايزوتوب سكان، لكن طبعا مين اللي ده هيبان في ايه في السيت سكان او في الام ار اي احسن بكتير. في حاجة اسمها autonomous nodules في الثيروس. autonomous nodule دي nodule بتطلع thyroxin أو بتطلع الهرمونز without the effect of TSH. يعني هي بتشتغل لوحدها. هي self secreting معتمد على TSH. لما هي بتبقى self secreting بترفع الـ T3 والـ T4 level in blood فبيوقف الـ TSH secretion من البيتويتري. فعشان كده بقية الجلاند ما بتشتغلش. We have enough thyroxin in the blood due to this autonomous nodule. فلما اصور العيان الاقي حته باينه كده بس اللي هي autonomous nodule. دي واحده دول اثنين. وبقيه الجلاند مش باين خالص. طب انا عايز اعرف في جلاند ولا ما فيش؟ تشتغل. ففي تيست اسمه TSH stimulation test. انا بدي العيان TSH لمده 3 ايام وعلى اليوم الثالث بصوره الايزوتوب سكان. TSH اللي انا اديته ده هيخلي الهرمون يطلع من الجلاند اللي كانت دورمنت اللي ما كانتش شغاله عشان ما فيش تي اس اتش. فلما ادي الايودين ذيس نورمال جلاند ويل كونسنتريت هرمون، لكن طبعا لما بدي العيانين تي اس اتش في ريسك ايه؟ ان انا ادخلهم في كرايسس. فده قبل التي اس اتش ستيميوليشن وده بعد التي اس اتش ستيميوليشن. الاول باين بس الاوتونوس نوديول، بعد كده باين بقيه الجلاند. ليه بالايودين حضرتك 131؟ والله مش عارف. اللون يبدأ يتغير كده. نعم، اللون اللون الاسود بتاع الثيرويد ده بيعتمد على طريقه طباعه الفيلم، لكن اغلب اللي بيجي النهارده بيجي كالرد. يعني اللي بيطلع النهارده من اي مركز اشعه بيطلع لكم كالرد زي ما شفتوا. في جريفز ديزيز انا من الحاجات اللي بتساعدني في التشخيص برضو الحاجات اللي زي جريفز ديزيز ان انا ممكن اعمل له راديو ايزوتوب سكان لا ايودين وده تكنيشيوم برضه اجين فيها شويه نويز مع ان لا ايودين. بنلاقي ان في زياده في الابتيك ودي بيقدر يقيسها دكتور الاشعه. بنلاقي ان في ديفيوز انلارجمنت اوف ذا جلاند لكن بيكون هوموجينس انلارجمنت اوف ذا جلاند. ممكن اشخص هوت موديولز لما الاقي زياده في الابتيك في حته معينه مش بس كولد موديولز. اجين دي بيقيسها دكتور الاشعه. We rely on the report. احنا كنا لسه بنتكلم عن ectopic thyroid وبقينا lingual thyroid. هنا مبين ectopic thyroid in the chest برضه بالايزوتوب سكان. الكولد نوديولز هي اللي بتعمل لي دايلاما شويه. لان انا لما بشوف كولد نوديول in the thyroid بشك انها مالجنت. والانسيدنس والمالجنسي ممكن يبقى up to 20% في الحالات دي. لكن
في اسباب تانيه بتديني كولد نوديولز في الثيرويد. زي ايه؟ زي انفاركشن او نكروزس او سيست او هيمورج، اسباب كتير. كولد نوديولز حجمها لا يحدد النيتشر بتاعتها. كولد نوديولز ممكن الاقيها في ادينوما، ممكن الاقيها في كارسينوما، ممكن الكارسينوما تبقى صغيره والادينوما تبقى كبيره والعكس. ممكن تبقى ريبليسنج جزء كبير من الجلاند، ودي علامات بيحطوها ساعات بتوع الاشعه هنا عشان يبين فين الثيرويد كارتج وفين السوبر ستيرنال نوتش. المالتي نوديولار جويتر عاده بيكون فيه كولد نوديولز مع فانكشننج ارياز الترنيتنج مع بعض. ممكن الكولد نوديولز تبقى اكستنسيف زي ما بنقول مالجنت اكستنسيف، ممكن تبقى مالجنت اند سول. طبعا الناس اتصوروا وطلعوا بعد كده بالسيرجري ان هم مالجنت او بروفايل نيجاتيف. هنا دي الفانكشننج ميتاستاسيس او ريكارنس، ان يبقى عندي لوكال ريكارنس ويبقى عندي ليمف نود ميتاستاسيس وده بوست تريتمنت، يعني عيان عالجته من ثيرويد كارسينوما وجاي اعمل له فولو اب ولقيت عنده التيومر ماركر ليفل بتاعه عالي. اشهر تيومر ماركرز في الثيرويد هم الثيروجلوبيلين اند السيتون. الناس اللي عندهم ديفرنشيتد ثيرويد كارسينوما ار فولد اب بيريودكالي باي تيومر ماركرز اند باي راديو ايزوتوب سكان. وده النهارده اي ثينك ذيس از ذا مين يوز، لان معظم الثيرويد جلاند ديزيزز بقى بتتشخص بيزد اون الترا ساوند بيزد اون سي تي اند ام ار اي. اجين اما بعمل ميتاستاتيك سيرفي اللي هو الهول بودي سكان، انا مش بس بدور لوكالي، انا بعمل هول بودي سكان، ممكن الاقي لوكال ريكارنس في حتت زي العيان ده عنده ريكارنس في الايليوم مثلا في بونز. اجين مالتي نودولار جويتر الترنيتنج كولد ارياز فانكشنال ارياز. فهنا ده بيبين لي فائده الايزوتوب سكان. Well, isotope scan, we can study the function, we can study recurrence, we can study metastasis, we can do whole body scans. If I wear the isotope scan. بنستعمله ساعات كتير بقى في solitary nodules. ده هنا الاستخدام، انا عايز اعرف هي functioning ولا لا عشان هعمل عملية ولا لا. Sometimes if it is functioning, if the patient is euthyroid, if his age is not a high risk age, if he high risk factors for thyroid tumors or movement, اللي بتقول لي ان الثيرويد تيومر ده ممكن يبقى كانسر ولا لا. الهاي ريسك فاكتورز اهمها سكس، ميل سكس از هاي ريسك، ايج اوفر 40 از هاي ريسك، بوزيتيف فاميلي هيستوري، رابيدلي جروينج تيومرز او تشينجينج ذا سايز اوف تيومر، رابيدلي تشينجينج ذا سايز اوف تيومر، كل دي هاي ريسك فاكتورز تخليني افكر في مالجنس. واللي ساعدنا في حل المشكله بارشالي برضه بتاعت الهاي ريسك هو ايه؟ فاين نيدل اسبيريشن، ده بيسهل الموضوع شويه لو كان بيدي. الالترا ساوند له فوائد كتير. اولا هو طبعا زي ما انتم عارفين ايزي تكنيك نون انفيزيف نو كومبليكيشنز، بنقدر نشخص بيه الفاسكولاريتي، غير السايز اوف ذا جلاند، غير الستراكشر اوف ذا جلاند، كالسيفيكيشن سهل ان انا اشخص بيه برضه السبسترنال اكستنشن، بس ما بنقدرش نقيس السايز بتاعه بسهوله اكروس بونز. وفي شويه تكنيكس بترسم لي جلاند، بقدر اخد هوريزونتال سيكشنز زي ده، بقدر اخد لونجتيودنال سيكشنز، بقدر اقيس حجم الجلاند واقول الجلاند دي اوف نورمال سايز ولا لا، بقدر احدد الفوليوم اوف ذا وان لوب واقول الفوليوم ده نورمال ولا اب نورمال. لكن لما الفوليوم بيعدي يبقى لارج جويتر ما بيبقاش الالترا ساوند سو اكيوريت. عشان كده لما بلاقي لارج بويتر از روتين طبعا بطلب له سيتي سكان او ام ار اي اكوردنج تو ستيج. اهم حاجه ببقى عايز اعرفها ده سوليد ليجن ولا سيستيك ليجن، هاو بيج ذا ليجن از، مالتيبل ليجن ولا سنجل ليجن. الفاسكولاريتي اسسمنت برضه من الحاجات المهمه اللي بقدر اعملها دلوقتي في الجلال علشان اقدر اعرف التشخيص المبدئي للحاجه. في حالة زي جريفز ديزيز بلاقي مودريت انلارجمنت للجلاند، بيبقى فيه ليمفوسيتيك انفلتريشن جامد فالايكوجينيسيتي بتاعت الجلاند بتقل. بقدر الاقي هايبر فاسكولاريتي عشان بيبقى مليان طبعا ارتيريو فينس شانتس.
ده بكالر دوبلر اسسمنت اللي بيبين الفاسكولاريتي دي الفاسكولار ارياز بتاعت الجلان. اجين انذر كيس ان في ديفيوز فاسكولاريزيشن مالي الجلان، كل دي بيسموها البيكسلز بتاعت الفاسكولاريتي. بقدر اقيس البلاد فلو في الثيرويد فيسلز والاقي ان في زياده في البلاد فلو في الثيرويد فيسلز، البيك فيلوسيتي بتاعتها زايده. وبلاقي دايما اللي احنا بنقول عليه ايه ريديوسد ايكوجينيسيتي اللي هو بيسموه ايكو بور، لان يعني مليان ليمفوسايتس ما هواش نورمال ثيرويد تيشو وبيبقى فيه اديما في الجلاند. في انواع تانية من الثيرويدايتس زي الديكيرفين ثيرويدايتس وزي الهاشيموتو ثيرويدايتس ببتدي الاقي الفاسكولاريتي اقل، لان دي بيبقى فيها فايبروزس وخصوصا الهاشيموتو ديزيز. اجين الفاسكولاريتي قليله قوي الحالات بتاعت الديكيرفين ثيرويدايتس. وبلاقي برضه irregular echo pattern لان في areas of edema في areas of fibrosis. وبقدر اقيس الفاسكولاريتي بتاعت النوديولز فاقدر اعرف اذا كانت النوديولز دي فيها hypervascularity مع reduced echogenicity، فبيخليني اشك في malignancy لان malignant tissues are usually hypervascular. لما الاقي في نوديول خصوصا لو كانت solitary نوديول in a high risk patient ولاقي فيها زيادة في الفاسكولاريتي I have to suspect malignancy. الأدينوماز بيبقى فيها rich vascularization as well، بعض أنواع الأدينوماز. وبيبقى فيه زي ما اتكلمنا عن كارسينوما برضه دلوقتي، دي بيكتشر تانية لحالة كارسينوما فيها irregular vascularity peripheral and central مع reduced echogenicity، معناها ان مفيش ثيرويد تيشو كتير لكن في فاسكولاريتي كتير. لو لقيت لينف نود ميتاستاسيس I can study كمان the vascularity of the lymph nodes، برضه فيها peripheral hypervascularity و central hypervascularity، معناها ان دي غالبا تكون secondaries او فيها malignant deposits. المالجنت ادينوماز اول حاجه الهاي ريسك فاكتورز اللي قلناها البوردرز بتاعتها ما بتبقاش شارب، ممكن الاقي فيها كالسيفيكيشن. لو هي مصورها انا وكانت كود نوديل وعملت لها الترا ساوند ولقيت فيها هايبر فاسكولاريتي يبقى اجين انا عندي حاجه مش فانكشننج لكن مليانه بلاد فيسلز زياده عن اللزوم، يبقى دي تشككني في مالجنسي. لو لقيت معاها ريجنال ليمف نودز زي الليمف نود دي اللي ممكن اقيسها بال او اي كان ديتكتد باي الترا ساوند. من الحاجات المهمه اللي بستعملها في الالترا ساوند ان انا افرق بين السيستيك نوديولز زي دي وبين السوليد نوديولز اللي زي دي، والسيست معناها ان المالجنسي ريسك فيها اعلى ولا اقل. او اي كان ديتكت سبوتس اوف كالسيفيكيشن باي الترا ساوند. دي حاله ثانيه هاشيموتوز برضه اللي بيسموه ايكو بور ستراكشر لانه مليان فايبرس تيشو والثيرويد تيشو بتاعه بيقل شويه. وبرضه من اهم استخدامات الالترا ساوند ان انا بعمل الترا ساوند جايدد ايه فاين نيدل، ده مهم قوي لانه النهارده عشان ابعت العيان يتعمل له فاين نيدل اسبيريشن لما بيتعمل كده في المعمل عادي بيبقى ممكن ياخد من اي حته، ممكن تبقى التيب بتاع النيدل هنا يطلع لي نورمال ثيرويد تيشو او هنا او ما دخلش جوه النوديول، لكن لما بقدر اعمل الترا ساوند جايدد بقدر اشوف التيب بتاع النيدل بالظبط موجود فين وابقى متاكد ان انا باخد البيوبسي بتاعتي from inside the nodule أو the tip of the needle. نيجي بقى للموضة الجديدة اللي هو PET scan أو البوزيترون emission tomography scan اللي بيستعمل النهارده مش بس في الثيرويد لكن في تيومرز كتير قوي بالنسبة لنا في الهيد اند نيك في سنترز كتيرة خالص بتعمل بيج تيومر ستيج. بدايته كان بوست اوبرتيف فولو اب، عالجت عيان ثيرويد كانسر الكانسر سيلز بتاعته دي بتكون ليس ديفرنشيتد عن النورمال ثيرويد سيلز وجاي لي بهاي ثيرويد جلوبولين ليفل، عملت له ايودين سكان لقيته نيجاتيف ايودين سكان، هو ده اللي بعمل له بات سكان. ايه فكره البات سكان؟ هو اسمه الحقيقي اف دي جي بات سكان او فلورو دي اوكسي جلوكوز بات سكان. انا بدي 1 ميتابولايت اوف جلوكوز اللي هو الفلورو دي اوكسي جلوكوز
كل ما السيلز بتكون ميتابوليكالي اكتف اكتر بتاخد جلوكوز and then I do the imaging. Metabolically active cells اللي هي tumor cells will concentrate ال FDG ده أكتر من بقية ال normal cells. هتبان أوضح في الصورة. زيها زي ال isotopic scan. بس ده more specific ما بيحتاجش differentiated cells. في ال isotopic scan أنا بدي iodine. إنما هنا أنا بدي ال PET scan أنا بدي ال FDG وبعتمد على ال positron emission عشان أصور. أهم استخدام لها نيجاتيف ايودين سكان مع هاي تيومر ماركر. البيت سكان ميزته ايه؟ أنا ممكن أعمل سي تي سكان، ممكن أعمل ام ار اي، ما يبينش حاجة لأن العيان ده معمول له عملية قبل كده. أو لأن العيان عنده أديشنز، أو لأن عنده فايبروزس، أو لأن واخد ريديوثيرابي والأناتومي بتاعه ديستربت، أو متاخد له مايوكتينس فلاب عشان أعمل له بي ريكونستراكشن. فكل دول مش هيبان حاجة في سي تي سكان، مش هيبان حاجة في الام ار اي. هنا يبان دور البيت سكان. البيت سكان زي ما قلنا كان دور الاساسي كده لكن النهارده مستخدم فور برايمري ستيجنج اوف تيومرز فور ديتكشن اوف برايمري تيومرز الحالات اللي فيها اوكن برايمري تيومرز اللي هذا المكان اند فور بوست تريتمنت فولو اب وعشان احدد برضو السايت ريديوثيرابي لو انا هعمل ريديوثيرابي فور برايمري تيومرز مش لازم في الثيرويد في اللارنكس مثلا عشان نعمل وات از كولد انتنسيتي موديوليتد ريديوثيرابي اللي هو بيتعمل النهارده علشان يبقى الراديوثيرابي بيتاخد على التيومر بس مش على الناك كلها. هنا ده بيت سكان وده الام ار اي واللي مبين ليمف نودز ومبين لنا برضه الليمف نودز والبيت سكان. ده عيان تاني عنده انكريزد ابتيك كلافيكل ده اتعالج كان عنده هاي ثيروجلوبين ليفل نيجاتيف ايودين سكان وعملنا له بيت سكان لقينا عنده ده عيان معمول له عنده ليمف نودز في الناك وعنده ليمف نودز في الانتستاين ده بعد مشكله البيت سكان ان هو بيبين لي ان في حاجه بس الاناتومي بتاعها فين بالظبط we hardly ever know لما يبين لك حاجه في الشيست او حاجه في الناك انت مش عارف ده فين عشان كده البيت سكان كومبايند مع سي تي سكان اللي هو موجود دلوقتي في مصر اللي هو بيت سي تي سكان بيبين فانكشن اند انمي ده نورمال ابتيك بتاع الثيرويد جلاند لما يبقى كومبايند مع السي تي سكان هنشوف كويس قوي ان دي ثيرويد جلاند مش هبوظ الصوره بس وده ريكارنس هو باين في السي تي سكان او حاجه باينه في السي تي سكان ان في سويلنج انا مش عارف ده فايبرس تيشو ولا ده ريكارنس فلما عملنا له بيت سي تي سكان لقينا في زيادة في الأبتيك. واضح قوي إن ده مكانه فين. أجين ده عيان عنده ليمف نود ريكارنس أنا شايفها في السي تي أه صحيح باين حاجة مدورة لكن وي آر نوت شور ده إيه لغاية ما يبان الإنكريز الأبتيك بتاعته. دي توكسيك أدينوم واخدة أبتيك زيادة فهو سيمبلي بات سي تي بيساعدني قوي في حالات الستيجنج بيساعدني قوي في حالات الريفرنس. ادي انذر كيس اوف كارسينوما في الثيرويد اهي بشخصها بالبيت سي تي. امتى بقى اعمل سي تي وامتى اعمل ام ار اي؟ دول هما اخر حاجات السي تي والام ار اي هطلبهم لو في اي بيج ليجن اي لارج بايتر لو في نك مثلا مش متاكد منها أو لو في مالجنسي أنا شاكك فيه أو أدور بيه على كالسيفيكيشن ولما ألاقي كالسيفيكيشن في الثيرويد هفكر في إيه؟ هفكر في كارسينوما لو أنا بصور عيان ثيرويد ولقيت عنده كالسيفيكيشن هفكر إن عنده مالجنسي عايز أدور على النكروزس الثيرويد كبرت مرة واحدة ممكن أبين هيموريد أو سيست عايز اشوف الاكستنت بتاع الثيرويد and the assess for recurrence assessment for recurrence so اساله كتير دلوقتي سي تي بيت سي تي سي تي او الام ار اي سكان الكالسيفيكيشن بتاع المالينس في الثيرويد له اشكال كتير ممكن يبقى مطش كبيره كده او حته ضخمه في الكالسيفيكيشن
ممكن يبقى نسميه بانكتيت كالسيفيكيشن او نقط كتير عشان كده. ممكن ابين بيه لوكال انفيجن في التيشوز وده اللي بيسموه سماماتس كالسيفيكيشن، نقطه كده منتشره. وساعات زي ما شفنا اول واحده الاقي اي كالسيفيكيشن تشوفه في الثيرويد you have to suspect malignancy especially in older age. دي كارسينوما تانية فيها كالسيفيكيشن، مليانة كالسيفيكيشن لكن في برضه لارج ارياز اوف كالسيفيكيشن towards the periphery. Huge goiters اتفقنا ان لازم نعمل لها سيتي سكان قبل ما ندخل العمليات عشان نعرف هي واصلة لحد فين. هنا واصلة فين؟ المانجبل اهو، تانج بيز واصلة لحد تانج بيز الثيرويد. بعمل حسابي وانا بشتغل ان انا اشتغل على تيومر اوف ذيس سايز داخل ريتروستيرن. اجين هقدر اشخص ريتروستيرن جويتر ده عيان اعمل له كومبريشن على الاسوفيجس تيجي تيوج جويتر. هقدر اشخص areas of necrosis او areas of breakdown، كل ما الجويتر بيكبر بيكون في areas of breakdown اكتر. Again another case شكل تاني للكالسيفيكيشن، حتت كبيره خالص اهي مش بانكتيت ولا حاجه. فأي كالسيفيكيشن لازم نشوفه. المالجنسي كمان بقدر اشخصه، هنا نقلنا على ام ار اي وسي تي. طبعا الام ار اي بيديني اناتوميكال ستادي احسن، بيبين لي الديتيلز بتاعت الاناتومي ان ريليشن تو الثيرويد زي ما انتم شايفين التركيه والاسوفيجس واللم والسكتيل الفين والجاكيلر فين، بقدر اشوفهم احسن. بقدر احدد من السيجنال انتنستي ايه البوسيبيليتي بتاع النيتشر اوف ذا ديزيز. الليمفومز مثلا بيبقى لها هاي انتنستي في الكشوف، لازم تاخد بالك تبص على سي تي ولا ام ار اي. بيبين لي السوفت تيشو انفيجن اللي حواليه، ماسل انفلتريشن، فات بلينز. واهم ميزه في الام ار اي ان انا بقدر اخد دايركت ساجيتال ايمجينج ودايركت كورونال ايمجينج عشان اقدر اعرف اذا كان في انفيجن زي ده كده او ان في اكستنشن وصل لحد الميديستاين ده لازق على الارش والاورطة. ف it will not be a nice experience if you put a finger and try to dissect it out. العيانين دول بيحتاجوا يتعملوا سترناتومي. بقدر اشوف الفايبرس تيشو اللي انفلتريتنج الجلاند في حالات زي هاشيموتوز ديزيز. Again another case of ريتروسترنال اكستنشن كبير خالص واصل لحد الهارت والفيسنس بتاعته اهو، كل ده ريتروسترنال اكستنشن. If you decide to operate on this patient يعني احسن يكون معاك حد كارديوثوراسيك سيرجري عشان يفتح لك الاسترنال ويشتغل هو على الحته التحتانيه دي ويقول لك نقط العيان غريبه. You have to be careful كده. بنقول لو شاكين ما تترددش انك تطلب investigations. ده كولويد فورميشن بيبقى فيه برايت سيجنال تي 1 دي من الحاجات القليله، وفي ريتروستيرنال اكستنشن انفستيشن. نقدر اشوف كمان شويه تركيا كوبريشن وتركيا شيفت، احذر منهم دكتور كبير وهو بيحط التيو عشان يشوف اللارنس. السهم ده حضرتك على ايه؟ نعم السهم اللي في السلايد دي اللي على الشمال، السهم اللي في السلايد ده على الفيسنس. على الفيسنس الفويد سيجنال. Again اهو حالة تانية فيها تركيب كومبريشن. الأكيوت هيمورج عيان هيحصل له أكيوت هيمورج إن الثيرويد سيست يجي لي تيو بيبقى فيه برايت سيجنال انتنستي على تي 1 زيها زي الكولويد فورميشن. بقدر أشخص ممكن لو عملت ام ار اي واضح كده وشخصت سكندريز في السباين أو إن أنا أشخص إي انفلونس ممكن ما أشوفهاش في السيتي سكيل أكميز ده. فهنا الـ MRI طبعا احنا بنتكلم عن soft tissue lesion فالـ MRI will have superior characters على الـ CT scan. ممكن افرق بين ثيرويد وباراثيرويد ادينوما وان كان ده صعب شويه، لكن طبعا coupled مع clinical picture ومع الهرمون الاساسي I can suspect ان ده يكون باراثيرويد. هل في حاجه ستاندرد بقى كده احنا اتكلمنا عنها ما حلناش المشكله؟ الـ imaging بتاع الثيرويد هيعتمد على حاله العين، يعتمد على انا عندي عيان شكله ايه؟ ايه اللي هطلبه له؟ المعتاد هو ده. ده المعتاد وده عادة بيكفي ان انا اعمل الترا ساوند والترا ساوند جايدد بايبس. ده العادة اللي احنا متعودين نطلبه.
ولكن اذا كنت هتردد اعمل عمليه ولا ما اعملش، او اذا كنت following up ايام بعد treatment، او اذا كنت عايز اعرف الفانكشن بتاع نوديول، then we will ask for scintigraphy. النهارده مع التكنيشن سكان بقى الموضوع سهل. Fast, easy, effective, complication rate قليله، ما بنبنوش radiation exposure. السنتيجرافي الانديكيشن بتاعه اعرف الفانكشن، عايز اعرف انا عندي هوت موديول او فانكشنال موديول ولا كولد موديول، عايز اعرف عندي ريكيرنس ولا ما عنديش. كل انواع السنتيجرافي سواء كانت ايودين، تكنيشيوم سيستميك، ام اي بي جي، كل حاجه حسب العيان عنده ايه برايمري، انا بعالجه من ايه من الاول. او البيت سكان اذا كنت بدور على ستيجنج اوف تيومرز في بعض السنترز، لسه احنا ما بنعملش ري ستيجنج في مصر لانه ما زال غالي. او ان انا اعمل فولو اب افتر تريتمنت، وده هنا البيت سكان بيفيدني والبيت سي تي بيفيدني. وقلنا الانديكيشنز بتاعت السي تي والام ار اي اللي هي الحقيقه ليميتد تو بيج تيومرز تو ريكيرنس اند تو سسبكتد مالينز. هما دول اللي بعملهم سي تي او ام ار اي. Otherwise, I'm not the closest standard CT or MRI to rely on. Okay? I'm going to do ASL.